السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع سومة في البيت البسيط. والنهاردة جايين نعمل وصفة بسيطة من وصفاتنا اللي احنا متعودين عليها، بس سامحوني الفترة اللي فاتت ما كنتش بطلع لأن أنا كنت فعلا في حالة صحية صعبة شوية، بس الحمد لله نحمد ربنا ونشكره، الحمد لله اتعافيت وبقيت كويسة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ في سلسلة من الوصفات اللي هتنفعنا كمان، عشان كل سنة وإنتوا طيبين، رمضان على الأبواب وهنبدأ رمضان، فهنبدأ نجيب حاجات ونعملها ونحضرها بإذن الله تعالى. والنهاردة إيه رأيكم بقى نشوف وصفة النهاردة كده على السريع؟ يلا بينا يلا بينا. وعلى بركة الله وهنسمي بسم الله، وهنجيب مية بتغلي وهننزل عليها بكوبايتين كبار من اي نوع مكرونة تحبيه. انا هعمل كمية صغيرة شوية، انت عايزة تزودي في الكمية زودي. وهنحطها على عين، ونجيب في العين التانية حلة فاضية، وهننزل بمعلقة الاكل بمعلقتين كبار من السمنة، ولما يسيحوا تنزلي بنفس المعلقة بردك بمعلقتين كبار من الدقيق، بس تكون المعلقة هرمية، وتبدأي تقلبي زي ما انت ما شايفة كده الدقيق كويس جدا في قلب السمنة، وتدخليهم في قلب بعض كده وتسيحيها، وتحسي كده ان الدقيق بدأ يستوي كده ويتشرب في قلب السمنة. بعد كده هتجيبي مجين من اللبن او الحليب، بس الحليب ده يا جماعة يكون سخن، وطبعا زي ما انت ما شايفة كده بتنزلي بايد والايد التانية بتقلب، دوت ما بيخليهوش يكلكع معاكي، لكن لو انت نازله بالحليب بتاعك سائع فهيكلكع، فلازم يا جماعه تنزلوا بيه يكون سخن. بصي بقى ما يبانش معاكي كلكعه ولا حاجه ازاي، وتحسي كده ان هو ناعم وطري في ايديك كده، يعني حاجه بصراحه كويسه جدا. انما لما تحطي اللبن سائع ده بيخليه كلكع وياخد منك مجهود. يبقى انا كده حطيت مجين من الحليب الساخن، بعد كده انا ما قلبتهم كويس جدا ودخلتهم في قلبي كده الدقيق، جبت مكعبين من اي جبنه مثلثات، اي نوع جبنه مثلثات تحبيها تجيبيها، بس طبعا ان احنا هندوبهم الاول في نص كوبايه من اللبن الساخن، على اساس ان لو نزلت بيهم على طول هيكلكعوا في قلب الخليط. طبعا انا في الوقت دوت بصوا موطيه النار خالص عشان طبعا ما يكلكعش مني، لحين لما انا ادوب الجبنة بتاعتي في قلب اللبن. بعد انا ما دوبتها كويس قوي في قلب نص كوباية اللبن، نزلت بيها وبردك بظهر المعلقة، بس طبعا انا كده خلاص هعلي النار بقى، هروح اشوف كده المكرونة بتاعتي كده خلاص ما تخسبهاش تتهري اكتر من كده، هي كده خلاص اطفي عليها واركنها. بعد انا ما دوبت كده الخليط بقى بتاعي، دي معلقة كبيرة من القشطة، ممكن تستغني عنها بس بصراحة بتفرق كتير قوي في الطعم، وكمان هتخلي الوش بتاع المكرونة بتاعتنا تحمر، لان احنا مش هنحط بيض، هتفرق كتير جدا في التسوية بعد كده والطعم. بعد انا ما قلبتها كويس جدا ودخلتها كده هو بردك في قلب الخليط، هبدأ انزل بمعلقة صغيرة من الفلفل، انت عندك فلفل ابيض حط فلفل ابيض، انا ما عنديش فنزلت الفلفل اسمر. وبعد كده ظبطت الملح بتاعي، انا حطيت من المعلقه الصغيره دي معلقه ونص، وزي ما انت ما شايف كده بظهر المعلقه، وتبداي تقلبي لحين ما تلاقي الخليط بتاعك وصل للسمك اللي انت عايزاه. شوفي بيعمل فقاقيع اهوت، بس مش تقفلي بردك، لا سيبيه بردك ياخد شويه غلوتين ثلاثه تاني، وطبعا بظهر المعلقه لحين ما يوصل للقوام اللي انت عايزاه. بعد كده خلاص بقى تعينيه. هنا دلوقتي بقى تجيبي الصينيه اللي انت هتحطي فيها او السلاطين اللي بتدخل الفرن، انا عندي هنا سلاطين فخار فهحط فيها، انا عندي واحد كبير بشويه وواحد صغير فانا هعمل فيهم. بالنسبه لميه المكرونه يا جماعه انا ما حطيتش فيها لا ملح ولا زيت، طب هتقولي ليه انا ما حطيتش فيهم كده؟ لان انت بتمنعي ان هو يتشرب من الصوص، الملح والزيت بيمنع المكرونه تتشرب الصوص بتاعنا، عشان كده انا ما حطيتش لا ملح ولا زيت. وبدات ان انا افضي في السلاطين بتاعتي. بعد كده هتجيبي البشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه وتديله تقليبه، وتبداي تنزلي زي ما انت ما شايفه كده بكميه كويسه كده على المكرونه بتاعتك، انزلي كده بحبه حلوين يعني، وابداي هزي كده السلطانيه بتاعتي عشان تنزلي البشاميل في قلب المكرونه من تحت، وكمان عشان ياخد شكل مستوي.
وتبدأي تحطي كمان على السلطانية التانية. زي ما انا قلت لك انا عامله كميه صغيره، طبعا انت عايزه تزودي عن كده زودي، وبنفس المقادير بردك. بعد كده دي جبنه موزاريلا، دي بقى عايزه تستغني عنها استغني عنها، لكن ارجوكي ما تستغنيش عن معلقه القشطه لانها هتفرق كتير قوي في الطعم، ولا الجبنه المثلثات بردك. اوعي تجيبي بقى جبنه موزاريلا وتحطيها على الوش بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده انا عندي هنا بتاع 4 عيدان من الكزبرة الخضراء، قطعت الورق بس وبدأت احط حبة كده على كل سلطانية، بتدي شكل حلو قوي بعد السوى. في الحالة دي طبعا انا مشغلة الشواية بتاعتي، طبعا دوت مش الفرن من تحت مش شغال، انا شغلة الشواية بس، وهتبدأ تدخليها تحت الشواية، مفيش هي بتاخدش 10 دقايق بس، على بال بقى ما تتحمر الوش بتاعنا وتخلص المكرونة هنبدأ نعمل شكل كده بقلب الخيار بتاعنا عشان نديله شكل في قلب الصينية. تبدأي كده تقطعيه من تحت كده وتعملي له قاعدة، وتبدأي من على الحروف تعملي له مثلثات بالشكل ده، وتبدأي تعيني المثلث اللي احنا عاملينه. بصي لازم تعملي المثلث تقفليه من تحت كويس عشان يطلع معاكي على طول، اهو زي ما انت ما شايفه كده سهله جدا. وتبداي تبوز السكينه تعيني القلب كده بالراحه بس، وبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصراحه بيبقى جميل قوي لما بتحطيه جنب اي طبق فيه مكرونه او اي اكل، بيدي شكل حلو. هنعمل بردك الطماطم بالشكل ده، تعينيها الوش بتاعها وتبداي تعملي كده زي هيئه بصي مثلثات بالشكل ده، تعملي كده بالسكينة بميل وتعملي بميل من الناحية التانية وتقفليهم في نقطة واحدة، ويطلع معاكي بطبق سلطة بالشكل اللي انت شايفاه ده، تحفة في التقديم. وادي كده ال10 دقايق بتوعنا، او يعني لقيت الوش بتاعي احمر، مش لازم 10 دقايق، ممكن يبقى انت شواية بتاعتك حامية فممكن يقعد 8 دقايق 7 دقايق على حسب. شوفوا بقى ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني طلع الوش حلو ازاي وما حطيناش بيض يا جماعة، ده من معلقه القشطه اللي احنا حاطينها في قلب البشاميل بتاعنا. بص بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه طالعه كده وهم، حاجه ما شاء الله يعني، جربوها والله جميله جدا كطعم وكشكل. دي بقى تنفع في العزومات في رمضان، ولو وجبه سريعه بردك انت عايزه تعمليها بالليل او اي حاجه في الغدا ما بتاخدش وقت. طعمها بقى ما شاء الله حكاية وهم بجد، لازم تجربوها. وادي طبق السلطة لما بتحطيه شكله حلو جدا، عايزاكم تجربوها جميلة، واكتبوا لي في التعليقات لما عملتوها طلع طعمها ايه بالاضافات اللي احنا حطيناها، حاجة وهم كده بصراحة، يعني حاجة جميلة جدا. فاذا عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسونيش بانكم تدوسوا على الاشتراك بالاحمر، ولما يطلع لكم الجرس تدوسوا عليه عشان يجيلكم كل جديد وكل بسيط من مطبخ سومة في البيت البسيط. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.